الحمد لله أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق لعبادته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله قاد العباد إلى سنته بحسن خلقه وسيرته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وسنته. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، آية في كتاب الله رسمت معالم مسيرة الإنسان في الحياة ومراحل تنقله فيها: ضعف ثم قوة ثم ضعف، طفولة ثم شباب ثم شيبة. نرى هذه المراحل في من حولنا، ونبصرها في أنفسنا، وفي كل المراحل يلازم الإنسان ضعف دائم لا ينفك عنه ولا يغادر مسيرته، فهو لا يدرك مآلات الأمور ولا يضمن استقرار حياته ساعة من نهار. أولى هذه المراحل حين يكون فيها وليداً في المهد لا يقوى على القيام بشؤون نفسه وفهم محيطه، ضعيف في بدنه وسمعه وبصره وعقله، ثم يمده الله بالقوة شيئا فشيئا، يهيئ أسبابها ويرسي بنيانها، وهو سبحانه القادر على دوامها. ومن تأمل حال الضعف في مرحلة الطفولة أيقن أنه يسير في الحياة برعاية الله وحفظه ومننه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه سبحانه. وفي فترة نشوة القوة قد ينسى المرء هذه الحقيقة فيشمخ بأنفه ويعتد بقوته ويتباهى بسطوته، ثم جعل من بعد ضعف قوة. وهذه مرحلة الشباب أعز مراحل العمر والتي تتسم بالحيوية والعزيمة، هي مصنع النجاحات، والمؤمل أن صاحبها ينفض عن كاهله الكسل والخمول شاقا العباب متوشحا همة تواقة للمعالي، متخلقا بالترفع عن السفاسف والدنايا، مكرسا شبابه في طلب العلم والعمل، يبني عقله وينمي فكره ويقوي إيمانه ويطيع ربه، مستثمرا مواطن قوته ومواسم قدرته ليلقى ربه وهو راض عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. ومن استقام على أمر وشب عليه توفاه الله على ما عاش عليه من الخير. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم: وشاب نشأ في عبادة الله. ومهما بلغ الإنسان من القوة في شبابه فإن ذلك إلى زوال ودوامه محال. قال الله تعالى: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهذه سنة الله في الكون، وليس بعد اكتمال البدر إلا الهلال. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
كانت ناقة لرسول الله تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له أي جمل فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه أي خفضه. ومن أدرك مرحلة المشيب أبصر حقيقة معناها ومنتهى مصير المسلم بعدها. قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ومن الهدي والهدى والوفاء إنزال من كبر سنه وشابت لحيته منزلته ومعرفة قدره وغمره بالرعاية والحب. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. ومن تأمل في هذه الآية ومراحل الحياة قاده ذلك إلى الإيمان بحقيقة البعث والنشور. هذا التقلب السريع يجعل المسلم يدرك قصر الدنيا، فالشباب ينتهي والعافية تذبل والقوة تزول، وكل متع الدنيا تفنى ثم يأتي الأجل. قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. هذه القوة تتجمل وتزدان بالاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من الرجولة والعفة وقوة الإرادة وكظم الغيظ وجهاد النفس. ومن الضعف ضعف الهمة والاتصاف بسيء الأخلاق والجبن والكسل والتفريط والحسد والتجسس. وحال القوة من أعظم النعم التي يجب على المسلم الحفاظ عليها واستعمالها في مرضات الله تبارك وتعالى، مستحضراً أن الشكر يزيد القوة قوة ويحصنها من الزوال، وأن كفران هذه النعمة سبب لسلبها وتبدد الأحوال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، لا تطيب القلوب إلا بذكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تستقيم الحياة إلا بأمره ونهيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، لا يسعد الناس إلا بسنته وهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتقوى نعمة القوة وتدوم بملازمة الاستغفار والمبادرة إلى التوبة عند الوقوع في الزلات. قال الله تعالى على لسان نبيه هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ولا ينسى المسلم وهو في مرحلة القوة من هو أقوى منه، وهو الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولئن غابت القوة عن المسلم ظاهريًا فإنه في حقيقة الأمر قوي إن استحضر معية الله القوي العزيز. قال الله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام
والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، ووفقه وولي عهده لكل خير يا أرحم الراحمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.